قناة بيكا مريم كرياسيون مود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم أحبابي؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسعادة وسلام. مرحبا بالمشاركين الجدد معنا بالقناة، ما تنسوناش من دعمكم بصمتكم معنا بالقناة أحبابي وبالمشاركين الجدد. سمتنا اليوم إن شاء الله بيلوفر مخطط بخطوط رقيقة وشورت سامبل. ان شاء الله غادي يكون خطوط ديال القميص بالوان بلونين، اللون الاصفر واللون الازرق. طريقه التلوين غادي تكون بخطوط رقيقه بالوان خشبيه. غادي نستعملوا اليوم الالوان الخشبيه لا بالنسبه للقميص البيلوفر ولا بالنسبه للشورت. غادي يكون عندنا الادوات، غادي يكون عندنا قلم الرصاص العادي، عندنا قلم الرصاص بحجم 0.7 مليمتر، والالوان الخشبيه اللي غادي نستعملوها في التلوين، خطوط التلوين خطوط الظل والظل، وكذلك كنستعملوا قلم الرصاص في الخطوط الظل باش كتعطي لمحه ونظره للموديل. عندنا كذلك طريقة تلوين القميص، هذه تكون بطريقة سهلة باش يسهل على كل من كيستفد معنا في هذا المجال هذا. طريقة الخطوط كيفاش يستعملها، كيفاش يستعمل التلوين ديالها، لا بالنسبة طريقة تلوين الخطوط على القميص مع الظل. ان شاء الله نتمنى كل من كيرغب في هذا المجال هذا يستفد معنا وينشر هاد الفيديوهات هادي باش يستافد معنا الكل من كيطمح في هاد المجال هذا، في التلوين خطوط الظل والظل والتلوين وخطوط الرسم. ما تنسوناش من الدعم ديالكم وتشجيعنا باش نعطيو الافضل والافضل. ونتمنى كل من كيرغب في هاد المجال هذا يوصل لمبتغاه باذن الله، ووفقنا الله وإياكم إلى كل خير. نترككم مع هاد الموسيقى ومع هاد الخطوط من رسوماتي، نتمنىها تنال إعجاب الجميع وتكون خطوط ميسرة لكل من كيرغب في هاد المجال هذا، في مجال تصميم الأزياء والرسم. بالتوفيق للجميع، وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.